معنا من عمان موفد بي بي سي عصام عكرباوي، مرحبا بك عصام. كيف سارت الانتخابات حتى الآن؟ نحن نقترب من الساعة السابعة وهي الموعد الذي عين لانتهاء عملية التصويت، لكن مسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخابات قالوا لنا أنه ممكن تمديد هذا الوقت في بعض المناطق إذا كان هناك إقبال كبير على التصويت من لأصحاب حق الاقتراع. العملية بدأت ببطء في ساعات الصباح ولكنها ازدادت شيئا فشيئا، وكما هو متوقع فقد ارتفع عدد المشاركين في التصويت خلال ساعات بعد الظهر. اليوم هو يوم عطلة رسمية في الأردن لإتاحة المجال لأصحاب حق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المنتشرة في المملكة. نحن هنا في الدائرة الثالثة في عمان، إحدى الدوائر الرئيسية في العاصمة الأردنية. ومن هنا يعني كيف تصف لنا إذن حجم المشاركة في هذه الانتخابات؟ هناك إقبال لا بأس به، 4 ملايين أردني لهم حق التصويت في هذه الانتخابات. حتى الساعة الرابعة كانت الأرقام تتحدث عن حوالي 1 مليون، وهو رقم قليل نسبيا، لكن التوقعات كانت تشير إلى أن هذا الرقم سيرتفع مع اقتراب ساعة إغلاق الصناديق، وهو ما لمسناه عندما حضرنا إلى هنا قبل حوالي أكثر من ساعة. هناك زيادة ملحوظة في عدد الناس الذين يأتون إلى هذا المركز للأدلاء بأصواتهم قبل انتهاء موعد التصويت. وهل هناك ظروفا يعني أمنية خاصة قد هيئت لهذه الانتخابات؟ هل هناك أيضا يعني لجان غير محلية أو مستقلة تشرف على هذه الانتخابات؟ السلطات الأردنية أوكلت قوات الدرك بالمحافظة على الأمن من خلال نشر أعداد كبيرة من قوات الدرك في مختلف أنحاء العاصمة عمان قرب مراكز التصويت وعلى الطرق الرئيسية، لكن هي مظاهر عادية، الناس تتجول، وكما قلنا يوم عطلة، الناس تذهب إلى أعمالها، يعني تأتي إلى التصويت، تخرج في نزهات. قوات الأمن موجودة خارج هذا المركز لكنها غير موجودة في الداخل. بالنسبة للمراقبين، هناك مراقبين محليين يتولون الإشراف على مراكز التصويت، أيضا هناك بعض أو عدد من المراقبين الدوليين الذين حضروا إلى هنا للإشراف على عملية التصويت. السلطات الأردنية قالت أنها حريصة على إظهار أن هذه العملية تمتاز بالشفافية والنزاهة وأنها لن تتسامح مع أي محاولة للتلاعب. وبالفعل كان هناك بعض الحالات التي حضر أشخاص إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لكن لم يكن لديهم الأوراق اللازمة الثبوتية اللازمة، لذلك لم يستطيعوا المشاركة في عملية التصويت. طب عصام، يعني فيما يخص هذه الانتخابات، يعني هل هي تختلف عن سابقاتها كون ربما قد تكون هناك باب المشاركة أوسع وتغيير بعض القوانين أو التفصيلات المتعلقة بهذا القانون ومشاركة طبعا الأحزاب المعارضة بالإضافة إلى النساء والأقليات والمسيح والشرقس والأمل، لذلك يعني ضعنا في إطار ما يمكن أن يقال في هذا في إطار المشاركات أو مشاركة الجهات قد لم تشارك في انتخابات سابقة. هذه الانتخابات تجري بعد تعديل قانون الانتخابات، حيث انتقلت في الماضي كان هناك ما يسمى بقانون الصوت الواحد، الآن نحن نتحدث عن القوائم النسبية. لا يوجد أحزاب تخوض هذه الانتخابات كأحزاب، ولكن يوجد قوائم نسبية فيها شخصيات من أحزاب معينة أو خلفيات أو اتجاهات سياسية معينة، لكنها تخوض هذه الانتخابات على قوائم نسبية. هذه القوائم تراعي متطلبات القانون هذا الجديد المعدل، وهو ضرورة وجود الكوتا. هناك كوتا للنساء وللمسيحيين والشرقس، لذلك هذه القوائم كلها يوجد فيها نساء ويوجد فيها مسيحيين ويوجد فيها مواطنون أردنيون من أصل شرقسي. هذه هي الديباجة أو هذا هو القانون الجديد الذي أقر والذي تجري هذه الانتخابات على أساسه. من المبكر لأوانه مثلا الحكم على كيفية ترجمة هذه القوائم النسبية عندما يصل المرشحون إلى البرلمان، هل
تنتهي هذه القوائم بمجرد وصول المرشحين إلى البرلمان أم يتم التواصل والتنسيق بين المرشحين. يجب أن نذكر هنا أيضا أنه يحق للناخب أو المشارك انتخاب أشخاص بعينهم على القائمة، يعني هو ليس مضطرا أن ينتخب القائمة أو كل الأسماء على هذه القائمة، بل يختار الأشخاص الذين يعرفهم أو أنه يشعر أنهم يمثلونه أو أن لديه نقاط مشتركة معه. شكرا لك عصام عكرماوي، مفد بي بي سي إلى العاصمة الأردنية عمان لتغطية الانتخابات النيابية.